نبتسم لك في النهاية تدرى صيدك تدرى صيدك تدرى صيدك تدرى صيدك. أنا أسمع إنك تشيل هوا هاي صعب والله. أنا بتقدر بس ال 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 الهم إنه تشيله بإيش؟ إيش الشيء اللي تقوله؟ إيش الشيء اللي تقوله؟ يا إخوان مش كأنه الشمس شوية تلسع؟ لا ما في إخوان، في أخ واحد. إذا يا حبيبي عبد الله الشمس ما كأنها تلسع. شو نسوي لك يعني؟ نجيب لك شو نسوي لك؟ يا إلهي أنت ربي. أول مرة تجلس في الشمس أنت؟ ها؟ أول مرة تجلس في الشمس؟ ما أنت بشمس جدا أنت؟ إيه شمس أنا حقيقية. طيب ما أدري عنك سالفة منك السؤال ده يا أخي. صح. لا بس اللي يعني متخليني كده محطي علامة استفهام كبيرة إنه إيه. إن النار قدامك قدام في حرارة. إي نعم. إي هذا لا. أنت بصاحي أنت. أنت بصاحي. يجيك علم النار هذه ليش؟ هذا من زينة الجلسة يقول لك النار. أعطوا إيه؟ بدو أنا جلست زينة الجلسة أتفلسف عليك. الله ما يكبر. دم... جاي فاضي؟ فاضي الغالي؟ جاية. وش الجاية؟ الموية وين؟ كل شيء صدق الله عليك بردان تستاهل هيثم هديه صرصور ما صلحت انا بخوف هيثم استهبل انت تخيل يجيب صرصور من لا لا شيله 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 غريب هيثم شيله عشان لا اسخط لك والله ما ادني شيله عشان لا اسخط لك صدق ما ادني مو بزين مو بزين لا عادي سلمان مو بزين والله شوف رجوله كيف شيله شيخ شلته مو بزين مو بزين اسالك بالله مو في ظهري ولا وين رايح انت؟ رايح زواج؟ اوه العب اوه العب ها؟ والله حر مع النار ايه معلش تحملوا اليوم بس اليوم هي حراره فيها شوي اوه سلام بالله فين رميت؟ فين رميت يا باهلي؟ سام فين رميت؟ بعيد بعيد اسالك بالله والله بعيد خلاص لا عشان نطمن عشان ما نأذيها ولا نموتها الله عليك الله عليك الله فرق اثنين ايه سلام يلا حيهم جلسة بطل اليوم اي والله اشرب على ثلاثة الله يرضى عليك لا تجيك عين لا لا اشرب لا هذا اول شيء اختبار اشوف فهمه زين ولا لا ترى عشان يقول لك والله في يصير مشكلة في الكبد لا سمح الله يا عيال ابغى اسالكم اي والله فاشرب على ثلاثة من اللي بيحضر الحفل الختامي منكم؟ ما في شيء ليش؟ تستهبل دقيقة قطع الموضوع مين بيحضر مش؟ الحفل الختامي لا لا أنا يمكن ما أحضر تستهبل أنت عبد الله لي أنا عندي مهرجان عبد الله أي أنا عندي حفل أنت على معلش كم قواك العطرية يا حبيبي واضح أنك وين متزين أنت لا أنا اشتريت تذكرة من السامي جوني تذكرة لك؟ إيه هلا أرحب تذكرة لك؟ إيه سبحان الله الأخ ضيف ولا إيش؟ شلون انت علمتوهم شيخ مندي انكم تشون؟ كيف؟ علمت شيخ مندي انكم تشون؟ ما ادري انا يمكن عشان الشباب الله حيه عشان يعطي الشباب انا ابو محمود اول مره تسوق ما شاء الله شوي شوي لا لا عطنا الشيخ هنا عندك الشيخ رتب معه شيخ الشيخ الحمد لله الله لك الحمد الحمد لله يا ربع الله يحييكم شباب ترى اليوم يعتبر من اهم الايام اللي تجني فيه نقود اليوم ايش فيه فركز اليوم انا بريت عبود بريت اليوم اي جهز زي ما يا اخي ما فهمت يا اخي يا حبيبي تجهز فكره مونولوج عباره عن مونولوج مثلا يا اخوان وبريت وبريت انا اشتغلني فيه ما انا موجود انا هذا الكلام ها ما انا موجود انا اوف هذا سالني ليش لا شو ما تحرق الفرش هذا سوي تحت ايدي تحت تحت خلي تحت ايوه دفه بس هذا الكلام انت اول حط فاضي بعدين صب مويه فوق حبيبي انت شكرا يا حبيبي سر الحركه هذه عشان يتبخر الماء اقول لك فايش كنا نقول ايه الاوبريت الاوبريت نتكلم مثلا عن موضوع فلنفترض انك تتكلم عن موضوع الطفل مثلا تمام جبت لكم موضوع شمال عشان ما تقولوا هيثم غششنا طيب والله لا يمكن تسوي اشياء اناشيد على الطفل الشاهد فانشادك المنشدين يسووا حركه مسرحيه لازم ويساندهم الممثلين بحركه برضو تمثيل بحركه تمثيل آه. فاهم يعني كانه شهود يعني مصوره اي ما تنشد آه. اقدر مثلا انا انشد حلو مثلا وانت تمثل انشد وانت تمثل
ويمديك الحوارات اللي بينكم تصير عن طريق ملحنة، وكويس لو كان فيها بلاي باك. يعني مثلا اقول لك يا اخوان والله اخطأنا في ذلك. تعال والله لا مش هذا شوف الرماد كله علينا. حرام والله. ترى هو علاج يعني. ايش هو؟ رماد. لا ذاك الدخان. هذاك الدخان الله يرضى عليك. حبيبي شفت تصرف هنا ما ينفع. زين. تذكرون البرنامج كان يوم الجمعة اجتماع هناك. ايه كنا مرسمين. اوه مرسمين مرة. اي والله. الله ما يكبر. مرة الواحد يتكشخ الاجداد تكشخ ساعة. شايل الهم. لا طلع لك. استاذ يفضحك. وتقف بضحكة والله انت ما ترتاح والله ما ترتاح لين تجيب ديري بالسناب كله فضايح افضحكم مرحبا والنور يفعل النور يفعل لا جضارب يا عيال الفرشة ذي مطنوخة دقيقة السنين دي كلها بوتكس والله من زمان ادور ذي خلاص اطفي ترى تنفقع تنفقع على ذي خلي تبقى شو اسمه ذي ولاعة شايف كيف؟ فهذه الحركة اللي قاعد أقول لكم عليها حمك الله ويقول لك يمديك العطس خططه ويمديك الحوارات تكون ملحنة كمان كيف يعني؟ يعني طفل يخاطب طفل الخطاب يكون بلحن فاهم مثلا أيه. تعال يا صغيري يا عبود يا شعرة عيني نبه تقول يعني. انت سم يا يبا واسبح جيتك يا يبا وانا اركض برجليني يا يبا صحيح تركض برجلينك كذا اوفر ترى زي كذا واضحه ناخذ مركز صفر انا اقول لك نشوف لنا فكره والله بناخذ الصفر على هالصوت يا طويل العمر حبيبي ما عليك زود تعال تعال تعالي لا اله الا الله تعالي روح جيبيه تعالي